اديله واحدة أهلا بالموت على إيد واحد حقير زيك. الشنبات اللي في خلاقكم دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في تريلر رياكشن جديده من فيلم جامد. والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهارده هو كيرا والجن. حلقه النهارده بقدمها بالشراكه مع موفيز بوب كورن، وبالمناسبه دي بنقدم النداء الاخير للمشاركه في مسابقه المراجعات والمقالات النقديه. كل المطلوب هو المشاركه بمراجعه لفيلم توب جان مافريك بالشكل اللي تحبوه وبطريقه الكتابه اللي تفضلوها، طالما كانت بالعربي وطالما كانت بشكل رقمي تقدروا تقدموه من خلال الفورم اللي بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن. اخر ميعاد لتقديم المراجعات هو يوم الجمعه 17 يونيو، ففعلا يعني ده النداء الاخير. عندنا لحد دلوقتي اكتر من 150 مشاركه، ومنتظرين مشاركات اكتر من ناس، اكتر ناس هيكون عندهم فرصه انهم يفوزوا بجوائز المراكز الثلاثه الاولى: $200 للمركز الثالث، $400 للمركز الثاني، و $600 وفرصه للانضمام لفريق عمل موفيز بوب كورن للمركز الاول. الجوائز كلها مقدمه من موفيز بوب كورن، وعملية التقييم هتكون مني ومنهم. فحابب أشكرهم كمان مرة على كل حاجة نتجت عن شراكتنا لحد دلوقتي، وحابب أفكركم بمتابعة حساباتهم على إنستغرام وتويتر من اللينكات اللي موجودة تحت في الديسكريبشن دلوقتي حالا، عشان ما يفوتكوش أي جديد في عالم الترفيه، وخصوصا الحاجات الجديدة اللي جاية في الطريق من شراكتنا. يا خرابي على اللي جاية في الطريق من شراكتنا. فيلم كيرة والجن من أكتر الأفلام المصرية المرتقبة السنة دي، هو الحقيقة من أكتر الأفلام المصرية المرتقبة من ساعة ما تم الإعلان عنه، لأنه المشروع الرابع ما بين أحمد مراد ومروان حامد. مشروعهم الأول كان فيلم الفيل الأزرق وعجبني جدا، مشروعهم الثاني كان فيلم تراب الماس وعجبني جدا جدا، ومشروعهم الثالث كان الفيل الأزرق 2. ويلا ما علينا، احنا جايين نتكلم في كيرة والجن. كمان كيرة والجن من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، أول بطولة سينمائية مشتركة ما بينهم، أصلا أول بطولة مشتركة ما بين نجمين بالحجم ده من فترة طويلة قوي. والفيلم على قد ما أنا فاهم هو المعالجة السينمائية لرواية 1919 لأحمد مراد، بس دي حاجه مش هنقدر نتبينها من التريلر لاني للاسف ما قريتش الروايه، بس عندي يتحسب لي نص نقطه مثلا على ان الروايه عندي. فبالنسبه لنا كيرة والجن هو فيلم من بابه نزلت له تريلر مهمه جدا كالعاده، ما شفتهاش ولا مره، هشوفها معاكم دلوقتي لاول مره، فيلا بينا. is twofold. Find and arrest the assassins. Bring down the resistance. Yes, sir. The five perpetrators must be six. The first... Ahmed Kira. Ahmed. Ahmed. مش أحمد. Second fellow. عبد القادر الجن. عشر مال الجرج الحامد. Rear guard. واللي قيمت إلى الشباب. دولة فهمي. كل جداية قاعد اللي بيتعرض لي. أجيب لي الدولة. افتكر الاسم. I want that one. She's my sister. Very hot. الترومباي ده قاعد بصارمة يا أبو. كان عايز ياخد الطنبين. المقاومة هي الحاجة الوحيدة اللي هتضغط على الإنجليز وهتحرمهم قدام العالم. On your knees. بس أنا بطلت شغل المقاومة من زمان. نفسي أبقى زيك يا كيرة. الإنجليز عملوا زيارة. تقول حاجة يا حبيب الإنجليز. هتفضل ساكت لحد امتى؟ احنا هننزل هنحوط الناس. انت لازم المجنون. ما هو انا قلع بصلاح الدين. انت مين يا جدع انت؟ كل واحد يحكي خط سيره. مش في بنت في البر بتعرف تكسر عقد الكسب زي ده. الانجليز خافوا الاول مره ولسه بكره هيخافوا اكتر. Never start wars to end wars. Your fingerprints.
fingerprints have been traced to the scene of every operation you've carried out. Stay back! انا مبسوط، حلو، اكشن، اكشن كتير قوي، اكشن عنيف، مجاميع وحاجات معقده وزوايا وكلام زي ده. لون الشاشه خطير على المرحله الزمنيه بتاعه الاحداث، زي ما احنا فاهمين 1919. الكوميديا اللي في الاخر جامده جدا، مزيكة هشام نزيه، كان ممكن اراهن عمياني على ان المزيكة لهشام نزيه، طبعا مش علشان لون المزيكة، اولا عشان جذابة، ثانيا علشان احنا عارفين المشروع بتاع مين، ثالثا عجبني قوي فيها التون بتاع الويسترن. هو الفيلم كله او التريلر كلها مدياني الفايبز بتاعت The Magnificent Seven، الهانت بتاع عدد من المجرمين وكلام زي ده. بس في حاجة، في مهارات قتالية شكلها متطورة شوية من الناس اللي ظهرت في التريلر، أتمنى الفيلم يكون مقدم لها تبرير، مقدم لها شرح، الناس دي جامدة كده ليه وكلام زي ده. المشكلة الوحيدة اللي عندي في التريلر حقيقي إن في حاجات كتير ما سمعتهاش، مش عارف يمكن أنا اللي موطي صوت عالي صوت تاني ونتفرج على التفصيص، بس التفصيص بتاعنا مش هيكون تفصيص بصري قد ما هو تفصيص سمعي، أرجع بقى أسمع الناس دي كانت بتقول إيه بالضبط. البداية على ما يبدو مع عملية تفجير، حلوة قوي البي أو في بتاع اللقطة دي، تاني المونتاج السريع دوت المفروض نعديه ونركز أكتر في اللقطات المطولة. يا جدعان في أكشن كتير ومتنوع، ده الخبطاية دي أنا ما خدتش بالي منها أصلاً في أول مشاهدة، شغل مجاميع مش سهل قوي. اللقطة دي لفتت نظري جداً في التريلر في قلبها، هنا بقى نقدر نقول إن التريلر بتبتدي بجد. الكاست هايل، هو هارفي ده الجدع التركي، الجدع بتاع مهند والكلام ده، خمس مجرمين او يمكن ستة افراد المقاومة بتاعتنا السكواد اهو. من اول هنا بقى الفايبز والاحساس بتاع الويسترن دوت ابتدى يتصدر لي. عمليات اغتيال، كريم عبد العزيز في دور احمد كيرة، احمد عز في دور عبد القادر الجن، شوية كوميديا من بتوع احمد عز، هند صبري في دور دولة فهمي، سيد رجب، انا اول ما عرفت ان السيد رجب في الفيلم تخيلت انه هيجسد دور سعد زغلول. تفاصيل البرودكشن بتاعت الحقبة الزمنية شيء ظريف جدا، انا عدت اللقطة دي يجي خمس ست مرات، انا ما عنديش اي فكره سيد رجب بيقول ايه. ده شكله مكان تصوير صعيدي برضو شويه، حاجه على الاقصر كده، المقاومه هي الحاجه الوحيده اللي هتضغط على الانجليز وتحرجهم قدام العالم. اخيرا حاجه ما كنتش سامعها في اول مره وسمعتها في تاني مره، العيب الاضاءه الفشيخه. بس انا بطلت شغل مقاومه من زمان، معنى كده ان في حدث هيحصل يرجعوا تاني للمقاومة، درون العشرينات. عملية اغتيال أخرى، نفسي أبقى زيك يا كيرة، حلو، حاجة كمان سمعناها أهو، وراهنكم من دلوقتي أحمد مالك هيموت في الفيلم ده. مين دي وليه ده شيء مهم؟ دي اللي هي دي؟ برضه ليه شيء مهم؟ ما تقول حاجة يا حبيب الإنجليز هتفضل ساكت لحد إمتى؟ من الواضح إن في حد فيهم بيشتغل في المقاومة بشكل سري لدرجة إن اللي معروف عنه في العلن إنه مع الإنجليز، والحد ده هو أحمد عز؟ أيوه بقى، إديني في الأكشن الجامد. آه يعني على اللوحات. يا جدعان أنا نفسي أسمع حاجة واحدة بيقولها سيد رجب في التريلر دي. أكشن كتير قوي والسكيل بتاعه من الواضح إنه مش صغير. أحمد مالك مديني الفايبس بتاع الدين ذا هون فلولس جدا، هيموت يا جماعة، معلش أنا آسف على الخبر ده. أنت مين يا جدع أنت؟ معنى كده إن هما هيتعرفوا على بعض جوه الفيلم؟ اوبا، عمليه عربيه اللبن ديت من الواضح انها محوريه. يا لهوي ايه دي، ازاي ما خدتش بالي منها في اول مره؟ في قفش بيحصل كمان، ايه العمل كده؟ مش احلى حاجه في التريلر بصراحه. ومجل شمس الزناتي المره دي، بقول لكم فايبس بتاعه ذا ماجنيفيسنت 7 ردها له، اهو ده اللي بقوله بقى، دي مهارات قتاليه من الواضح انها مش عاديه يعني، فليها مبرر؟ ده سؤال مهم. ده بيدوج بولتس يا جدعان، ده اللي مين اللي عمل كده اللي زعله قوي ده؟ لا يكون هو ده مالك؟ لا ما اظنش. حلو قوي الكلام ده، دي من الواضح جدا انها دنشواي، ومن الواضح جدا انها هتكون من اهم لوحات الفيلم. يا مساء الجموديه، كلام معقد مش سهل يعني. علي قاسم مش موجود معانا في مشاهد كتير، من الواضح انه دوره صغير، هيموت هو كمان. حلوه اللقطه دي، بس مش عاوز اسهاب في استخدام الدرون بقى، ما هوش لعبه يعني. الله 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 الله، ايه ده؟ ده جاد فادر اهو. الكلوز ابس دي جامده جدا كمان، هما بيحبوا بعض ولا بيكرهوا بعض ولا مع بعض ولا ضد بعض ولا ايه الموضوع؟ هما بالليل بيسكروا مع بعض وبالنهار بيضربوا في بعض، بس كده مشروح. شفت اهو في اللقطه اللي بعدها على طول، نكته جامده، انا ضحكت من قلبي بصراحه. لا جامده جدا ومتفائل. تاريخ العرض، تاريخ العرض يا لهوي، تاريخ العرض ما كتبوش في التريلر بس هنلاقيها في الديسكربشن بتاع 30 يونيو. حلو قوي الكلام، يتهيألي قلنا كل اللي ممكن يتقال في التفصيص. عجبني جدا تنوع الزوايا اللي ممكن نتوقع نشوف منها الفيلم، بصرف النظر عن ان الفيلم هيكون مخلص لاني زاويه فيهم، اجواء الويسترن، اجواء فريق الاشقياء اللي بتتم مطاردته، ما يمكن
أن يكون موجود في الفيلم من علاقات غرامية وحالة التضارب، علاقة الصداقة والعداء اللي ما بين بطلنا، وده بعيدا عن اللغة الفنية اللي على ما يبدو هتكون من أروع ما يمكن. مشاهد اشتباكات كتيرة ومتنوعة ومعقدة، موسيقى يعني مش هتكلم كفاية اللي طلع في التريلر، لون الصورة، اللوحات اللي ظهرت في التريلر بس، طريقة التصوير، لا الموضوع يدعو للتفاؤل بكل تأكيد. أنا نسبة ترقبي 10/10 بكل تأكيد، كل اللي عندي شوية أسئلة ومتأكد إن الفيلم هيجاوبها، بس ده رأيي وانطباعاتي ونسبة ترقبي، الأهم منهم رأيكم وانطباعاتكم ونسب ترقبكم، ياريت تساهموا بيهم في الكومنتس. ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة، ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بأول، تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وإنستجرام، وباي باي.